الله يعطيكم العافية كمان مرة. هذا الجزء الثاني بالمحاضرة، والآن راح نبدأ بالنكست سكشن اللي هو 14.2 about equilibrium constant or the equilibrium constant. بالمحاضرة السابقة، بالجزء الأول عفوا، أنا آسف، بهاي المحاضرة كنا بدأنا بشابتر 14 وبدأنا بأول سكشن about chemical equilibrium، وضحنا إيش يعني مفهوم الكيميكال equilibrium، وشفنا أيضا مثال على كيف إنه ممكن نحسب كميات الكل reagents، يعني بمعنى آخر reactants أو products، في حال إذا عرفت equilibrium concentration لواحد من reagents. أوكي، وشوفنا كيف قدرنا نحل هذا المثال باستخدام أسلوب بسيط جدا ولكنه مهم للغاية، راح نستخدمه كثير بهذا الشابتر وحتى في chapters قادمة. وأنا بعتذر لأنه بالمثال اللي حليناه بالجزء الأول كان هون في خطأ، كان CO وهي حقيقة المفروض تكون CH4 عفوا، والآن عدلتها بالسلايد. أوكي، فبعتذر عن هذا الخطأ. والآن بعد هذا المثال خلينا الآن ننتقل directly إلى next section 14.2 about the equilibrium constant. واحد من أهم الأفكار بهذا الشابتر، وواحد من الأفكار المحورية بالكيمستري حقيقة. اوكي، مشان نعرف الإكوليبريوم كونستانت خلينا نبدا ب جنرال كيس. اوكي، اللي هو تفاعل الماده A كابيتال لتر A مع الماده B ان إكوليبريوم with الماده C and D. رايت، اذا الكابيتال لترز هي عباره عن ريجنتس، A و B عباره عن رياكتنتس، و C و D عباره عن برودكتس، والسمول لترز أو lowercase a, b, c, and d are the stoichiometric coefficients ب balanced equation, in a balanced equation أو بمعادلة موزونة. Then بنعرف الـ equilibrium constant لهذا الـ reaction العام. Okay. بنشير أو بنعبر عن الـ equilibrium constant ب letter, capital letter k. Now the equilibrium constant هي سي، رح أرجع لها كمان شوي. So equilibrium constant K بيساوي حاصل ضرب تركيز، هاي square bracket هاي بنعبر عنها بالتركيز. أوكي، أو هي بتعبر عن التركيز، شفنا هاي النوتيشن قبل هيك. إذا بيساوي حاصل ضرب تركيز ال products زي ما احنا شايفين C and D، إذا في عندي حاصل ضرب تركيز المادة C مضروب في تركيز المادة D مرفوع لقوى stoichiometric coefficients للمواد C and D، للproduct C and D. إذن تركيز المادة C مرفوع للقوة small letter C، وتركيز المادة D مرفوع للقوة raised to the power smaller D. Right. تقسيم. Okay. حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة، تركيز المادة A ضرب تركيز المادة B raised to the power of their stoichiometric coefficients، مرفوع لقوة stoichiometric coefficients small letter A and small letter B، مرفوع لقوة A تركيز المادة A مرفوع لقوة A ضرب تركيز المادة B مرفوع لقوة B. Okay. ليش هون استخدمنا KC؟ Well، راح نشوف بهذا الشابتر وبي شابترز لاحق أيضا إنه ال equilibrium constant بقدر أعبر عنه بأكثر من طريقة. إذا عبرت عن الـ equilibrium constant عن طريق الـ concentrations، then بيكون هذا الـ equilibrium constant بنسميه الـ equilibrium constant in terms of concentration، أو بكل بساطة الـ concentration equilibrium constant، وهذا بنشير له بكيسي C هون for concentration. لما بكون قاعدين بنعبر عن الـ equilibrium constant in terms of the concentrations of reactants and products، then we are talking about the equilibrium constant in terms of concentration أو KC. Right. الآن هذا ثابت الاتزان، من اسمه هو ثابت حقيقة، قيمة ثابتة ما بتتغير، ما في ولا إشي بغير قيمة هذا الثابت ما عدا التمبريتشر. عشان هيك إحنا قيم الKC بنعبر عنها at a given temperature. Okay. At a constant temperature. إذا تغيرت قيمة التمبريتشر، قيمة KC أو K بشكل عام راح تتغير. أي شيء ثاني ما بيغير من ثابت هذا الاتزان، وبالتالي إحنا راحين بعدين نشوف إنه ممكن لأي reaction equilibrium لما يوصل حالة الاتزان ممكن إنه نضيف المادة A على هذا المكسشر، أو ممكن نضيف المادة B أو المادة C أو D، ما في أي شيء بمنع إنه نضيف أي مادة من مواد reagents.
اوكي. بهي الحاله راح نشوف انه السيستم راح يعدل نفسه بحيث انه يرجع ثابت الاتزان مثل القيمه اللي كان او مثل القيمه اللي موجوده عنده. اوكي، فالسيستم بيعدل نفسه بحيث انه يضل محافظ على هذا الثابت اللي هو الكي، اللي هو الاكوليبريوم كونستانت. هاي الحقيقه انه الكي سي از ا كونستانت، او الكي بشكل عام از ا كونستانت ات ا جيفن تمبرتشر. هاي الحقيقه بنعبر عنها بقانون بنسميه، قانون مشهور بنسميه اللو اوف ماس اكشن. اورايت، هاي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، نلاحظ انه هون قيم كي ممكن انها تعطيني فكره اذا كان اذا حسبت حاصل ضرب تركيز المواد الناتجه مرفوع لقوة الستويكيومتري كوفيشنت تقسيم حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعله مرفوع على قوة ذير ستويكيومتري كوفيشنت، وبحصل هون على قيمه مثلا 10 او 20 او 0.1 او 0.01. القيمه هاي بتعبر او بتقدر تعطيني فكره عن هل موجود عندي كميات من الرياكتنتس اكثر من البرودكتس ات ايكوليبريوم، او هل موجود عندي كميات من البرودكتس او كونسنتريشن اوف برودكتس اكثر من الرياكتنتس ات ايكوليبريوم. هذا الموضوع راح نشوفه بتفصيل اكثر بعدين، بس من الان بقدر يعني ابسط واحكي انه بشكل عام اذا كان عندي الايكوليبريوم constant أكبر من واحد then the equilibrium will lie يعني يتجه أو ينحى. okay, the equilibrium will lie to the right. إذا كان عندي قيمة الـ K أكبر من واحد، إذا هذا بيعني أنه الكميات اللي بالبسط راح تكون أكبر من الكميات اللي بالمقام، وبالتالي تركيز الـ products راح تكون أكبر من تركيز الـ reactants. and this means أنه الـ equilibrium will lie to the right. الإكوليبريوم ينحى أكثر للاتجاه اليمين أو البرودكت. okay. أيضا لو كان عندي الإكوليبريوم كونستانت أقل من واحد، then this mean that the equilibrium will lie to the left. okay. رح ينحى بهذا الاتجاه، أو رح يكون عندي كمية رياكتانتس أكبر من البرودكت. طبعا هذا التفسير شوي تبسيطي لأنه الحق يعني أكبر من واحد وأقل من واحد مش دائما بتكون صحيحة، لأنه لاحظوا أنه هون في عندي ستويكيومتري كوفيشنتس. إذا كانت ستويكيومتري كوفيشنتس مش متساوية يمكن النقاش على المواضيع هاي ما يكون دقيق 100%. على أي حال للتبسيط بنقدر نشوف الكي أو 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 نعتب أو يعني نقدر قيمة الكي بهذا الشكل. أوكي، أو نستفيد من قيمة الكي إذا كانت أكبر من واحد أو أقل من واحد بهذا الشكل. طبعا ما في أي شيء بمنع أنه أيضا لبعض الـ equilibrium reactions أنه ممكن يكون عندي أيضا كميات الـ products وكميات الـ reactants متساوية، والـ stoichiometric coefficients أيضا متساوية كلهم مثلا واحد. أوكي، بهاي الحالة بيكون قيمة الكي بتساوي واحد. alright تمام. أخيرا بهذا القانون اللي هو قانون الإكوليبريوم كونستانت، البارت هاد اللي هو على اليمين هذا نسميه الإكوليبريوم كونستانت إكسبرشن. أوكي، حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعل عفوا الناتجة مرفوع لقوة ستويكيومتري كوفيشنتس تقسيم حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة مرفوع to their stoichiometric coefficients. هذا التيرم تحديدا نسميه الإكوليبريوم كونستانت إكسبرشن. إذا في عندي قانون الإكوليبريوم كونستانت اللي هو KC بيساوي الإكوليبريوم كونستانت إكسبرشن، والK عبارة عن ثابت ما في أي شيء بغير قيمته ما عدا temperature، وهو بيعطينا مؤشر على هل في عندي كميات product أكثر إذا كانت قيمة الK أكبر من واحد بشكل عام طبعا، أو هل في عندي كميات reactants أكثر من واحد، عفوا كميات reactants أكثر من product في حال إذا كان عندي قيمة الK أقل من واحد. alright تمام، خلينا نشوف الآن example مثال. أوكي، بهذا المثال مطلوب منا إنه نكتب الـ equilibrium constant expressions لهاي التفاعلات. إذا بذكركم إنه الـ equilibrium constant expressions هي حقيقة إنه نوجد هاي هذا الترم للتفاعلات المطلوبة منا. أوكي، والثلاث تفاعلات هم التفاعلات التالية. التفاعل الأول شفناه قبل هيك، تفاعل 1 مول of carbon monoxide تفاعل مع 3 moles of hydrogen gas in equilibrium with 1 mole of methane gas and 1 mole of H2O. التفاعل الثاني هو نفس التفاعل الأول، ولكن ضربنا هون كل stoichiometric coefficients باثنين. التفاعل الثاني عبارة عن 2 moles of CO plus or with
6 moles of H2 in equilibrium with 2 moles of methane and 2 moles of H2O. رح نشوف بحلنا لهذا المثال انه قيمة ال equilibrium constant expression هاي رح تتغير لمجرد تغير stoichiometric coefficients للمعادلة الموزونة. وأخيرا التفاعل الثالث هو عبارة عن أيضا نفس التفاعل الأول ولكن ضربنا stoichiometric coefficients بنقص واحد. إيش يعني ضربنا stoichiometric coefficients بنقص واحد؟ يعني بمعنى آخر إنه reactants صارت products والproducts صارت reactants. إذن صار عندي تفاعل 1 mole of methane and 3 moles of H2O نعم إذن هو إذن again إذن التفاعل الثالث هو عبارة عن تفاعل الميثين 1 mole of methane with 1 mole of H2O in equilibrium with 1 mole of carbon monoxide and 3 moles of hydrogen اللي هو بالضبط اللي هو هذا التفاعل ضرب ناقص واحد. اوكي خلينا نشوف حل هذا المثال. Well, للتفاعل الاول اللي هو A then اذا بدي اطبق الاكوليبريوم كونستانت اكسبريشن او تعريف الاكوليبريوم كونستانت اكسبريشن اللي شفناه قبل then هو راح يكون عبارة عن تركيز البرودكتس كل واحد مرفوع لقوة stoichiometric coefficients إله تقسيم الرياكتنس تركيز الرياكتنس عفوا كل واحد مرفوع لقوة stoichiometric coefficient إله. هذا المثال كله يعني حقيقة هو جدا سهل أوكي بس أنا هون يعني لازم نشوف على الأقل مثال واحد زي هيك. إذا KC will be equal to تركيز CH4 مرفوع للقوة واحد from the product وال H2O تركيز ال H2O مرفوع للقوة واحد أيضا هون في عندي واحد وتركيز CO الآن اللي هو reactant مرفوع للقوة واحد أيضا وأخيرا تركيز ال H2 راح يكون مرفوع للقوة 3 لأنه stoichiometric coefficient له بمعادلة موزونة بتساوي 3. أوكي التفاعل B بالمناسبة هو نفس التفاعل الأول ولكن كل اللي عملناه هون نضربنا كل stoichiometric coefficients باثنين. طبعا إحنا لما بنضرب stoichiometric coefficients لمعادلة موزونة بنفس الفاكتور ستيل هاي المعادلة راح تضلها موزونة. هذا الكلام بتعرفوه كويس اوكي وبالتالي احنا هون قدام معادلة موزونة. كنا نقولكم بكيمياء 101 انه ما في مشكلة اذا كتبت التفاعل هذا بهذا الشكل او بهذا الشكل وفعلا ما في مشكلة ولكن انتبه انه لما بدك تيجي تكتب الإكوليبريوم كونستانت اكسبريشن لنفس المعادلة ولكن الستويكيومتريك كوفيشنتس مضروبين بفاكتور الان then equilibrium constant expression راح يتغير. طلع هون equilibrium constant K بيساوي تركيز CH4 تربيع لأن هون reactant عنده stoichiometric coefficient 2 أيضا H2O تربيع تقسيم الكربون مونوكسيد تربيع ضرب تركيز H2 للقوة 6 لأن هون في عندي 6 moles. زي ما انتم شايفين قيم equilibrium constant هون مختلفة لنفس الرياكشن قاعدين نحكي والاختلاف الوحيد بين الرياكشن الأول والثاني اللي هو فاكتور 2 بهاي الحالة ضربناه بستويكيومتريك كوفيشنت للمعادلة الأولى. لاحظ انه الإكوليبريوم كونستانت إكسبريشن تغير. What about الرياكشن الثالث الآن؟ Well, the third reaction اللي هو عبارة عن الرياكشن الأول مضروب في ناقص واحد أو بمعنى أدق stoichiometric coefficients مضروب في ناقص واحد then بهاي الحالة هون راح يكون عندي البرودكتس هدول هم البرودكتس وهدول هم الرياكتنس. إذن KC equilibrium constant is equal to the concentration of carbon monoxide اللي هو product بهاي الحالة times the concentration of H2 raised to the power 3 divided by the concentration of methane raised to the power 1 times the concentration of H2O raised to the power 1. Okay. لاحظ انه KC للتفاعل الثالث بيساوي 1 على KC للتفاعل الاول. اوكي اذا كان عندي رياكشن مقلوب خلينا نحكي او معكوس اللي هو الرياكشن C بهاي الحاله راح يكون عنده قيمه equilibrium constant بتساوي 1 على K للرياكشن اللي انعكس. All right.
وايضا اذا بتلاحظ بالنسبه للرياكشن بي بما انه هون احنا ضربنا باثنين حقيقه it is easy to find وبتقدروا تتاكد من هذا الشيء is easy to find انه KC التفاعل بي بيساوي مربع او تربيع التفاعل الكي للتفاعل الاول simply لانه هون ضربنا باثنين اوكي تمام الآن راح نشوف أيضاً مثال آخر وهذا المثال is even more interesting. Okay, بهذا المثال حقيقة هو قريب من واحد من الأمثلة اللي شفناها اليوم بالمثال الأول اللي شفناها اليوم كان المثال الأول إنه نحاول نوجد قديش عدد مولات كل المواد اللي بالرياكشن بفضل معرفتنا للتركيز او عدد مولات واحد من الريجنتس اوكي تقريبا بهذا المثال راح نعمل نفس الشيء ولكن مطلوب منا بالتالي بما انه راح نوجد تركيز المواد كلها مطلوب منا ايضا نوجد الكي سي اوكي سو هذا الاكزامبل اللي هو فكرته obtaining the equilibrium constant from the reaction composition of a reaction mixture so consider the reaction and the تفاعل 2HI in equilibrium with H2 and or plus I2, Coulombic gaseous state. Now, when 4 moles of HI, اللي هو reactant, was placed in a 5-liter vessel, حطنا 4 mole من HI, من مادة HI, ب5-liter container at 600 Kelvin, and درجة 600 Kelvin. Now, the equilibrium mixture was found to contain 0.442 mole of I2 إذن الـ at equilibrium لما بنقول equilibrium mixture يعني the mixture الخليط عند الـ equilibrium عند الاتزان وبالتالي ثبتت التركيز هون was found to contain بتحتوي على هالقد كمية من الـ I2 okay الـ I2 بالمناسبة الـ iodine مادة لونها بنفسجي والمواد الملونة بشكل عام احنا فينا طرق بالكيمستري بنقدر نقيس تركيزها بطريقة دقيقة جدا اوكي على اي حال اذا وجدنا انه في عندنا 0.442 مول اوف اي 2 السؤال what is the value of the equilibrium constant concentration or the concentration equilibrium constant for the reaction of HI at this temperature إذا مطلوب مني أوجد الكي سي عشان أوجد الكي سي we need first to find the equilibrium constant expression or the equilibrium expression okay عشان أوجد ال equilibrium expressions بدي التركيز لهاي المواد at equilibrium عشان أوجد التركيز بدي عدد المولات okay عشان أوجد عدد المولات بدنا نستخدم الطريقة اللي شفناها سابقا تمام هاي الحل اختلاف بسيط عن المثال اللي شفناه سابقا انه بالمثال اللي شفناه سابقا كنا بنعبر عن starting with change with equilibrium in terms of mole ما كان في مشكلة وقتها وعلى فكرة وما في مشكلة اذا ايضا حلينا هذا المثال بهذا الجدول ابتداء بالمول بس بعدين رحين نضطر نحول للتركيز رحين نحسب التركيز لهاي المولات لانه الK equilibrium constant بنعبر أو يعبر عنه عن طريق التركيز فبشوف من الأفضل وإحنا رايحين نعمل هيك تباعا ودائما من الآن فصاعدا أو في معظم الحالات على الأقل بشوف من الأفضل إنه من الآن نشتغل بال concentration ال M capital M هون indicates molarity molar concentration alright okay so كالعادة بنبدأ بالreaction تبعنا اللي هو إذا بنعمل columns okay three columns بهاي الحالة لأنه في عندي three reagents one reactant and two products إذا three columns الكولوم الأول بيشير للreactants الكولوم الثاني والثالث بيشيروا للproducts والآن بوضع الكميات اللي بدأت فيها okay إحنا بدأنا بأربعة مول من الـ HI طبعا لاحظوا هون أنا حطيت التركيز مش number of moles لأنه هون اتفقنا إنه إحنا راح نشتغل بالconcentration وبالتالي لما بنقسم 4 × 5 لأنه تعريف الconcentration عدد المولات على عدد مولات solute على the volume of the solution in liters إذا بقسم 4 moles على 5 liters بطلع عندي 0.8 molar okay وحدة هون molar
بينما بدأت هذا الرياكشن بزيرو كونسنتريشنز اوف H2 and I2. ما ذكر السؤال أي شيء فيما يخص بتركيز الـ H2 والـ I2. إذن أنا بدأت بالصفر كونسنتريشن. الآن خلينا نشوف الخطوة التالية اللي هي تشينج. لاحظ هون إنه كل 2 مول من الـ HI بتفاعل بيعطيني 1 مول من الـ H2 و1 مول من الـ I2. أنا ما بعرف قديش تفاعل عندي. إذا تفاعل عندي ناقص 2x من الـ HI، أوكي طبعاً ناقص لأنه هاي مادة متفاعلة، وهون زائد زائد لأنه هاي مواد ناتجة. إذا تفاعل عندي هون 2x، إذن راح ينتج عندي 1x من الـ H2 و1x من الـ I2. هيك الستويكيومتري تبعت المعادلة الموزونة بتقول لي. أوكي. طبعاً إذا سألتني هل في إشكالية إذا بديت هون بناقص x مثلاً وهون زائد نص x وهون زائد نص x؟ طبعاً لا، أكيد لا. بس يفضل إنه الأرقام اللي تسبق الـ x تكون يعني مساوية لستويكيومتري كوفيشنز. هذا بسهل وببسط. إذن بقدر الآن بشكل مباشر إني أوجد التركيز at equilibrium. فلل HI أنا بدأت بهذا التركيز اللي هو 0.8 وتغير نقصاً منه ناقص 2x. إذن التركيز at equilibrium راح يكون عبارة عن 0.8 ناقص 2x. وبالنسبة لتركيز البرودكتس هون بدأت بصفر وزاد عندي كمية x. إذن at the end at equilibrium راح يكون عندي كمية x، وهون أيضاً راح يكون عندي كمية x. ولكن السؤال بيقول لي إنه كمية x هاي أنا بعرفها للـ I2. بيقول لي إنه the equilibrium mixture يعني at equilibrium was found to contain كذا مول of I2. الآن كمية المولز هاي لازم نقسمها على الفوليوم again، لأنه بذكركم إنه هون إحنا we are writing it in terms of concentrations. طبعاً طلابي إذا حبيتوا إنكم تكملوا بطريقة المولات ما في مشكلة، بس بالآخر لازم تتذكروا إنكم لازم تقسموا المولات اللي وجدتوها للإكوليبريوم amounts على الفوليوم مشان تحصلوا على concentrations. أوكي، بس أنا بفضل هيك، بفضل من البداية نبدأ بتركيز. إذن في عندي كمية I2 أيودين بقسمه على 5 لتر بوجد هذا التركيز. بالتالي equilibrium amount of HI بيساوي 0.8 ناقص 2x، وx احنا بنعرف قديش قيمتها، اذا بيساوي 0.8 ناقص 2 ضرب كمية x مولر، طبعا الوحدة مولر، وبنلاقي التركيز 0.623. اوكي equilibrium amount of H2 كمان اللي هي قيمة x، this is very easy، okay. نفس قيمة X، لأنه كل واحد مول بتكون من الـ I2 راح يتكون مقابله واحد مول من الـ H2. وبما أنه لقينا الـ equilibrium، عفوا، بما أنه لقينا الـ equilibrium concentrations للـ HI والـ H2 والـ I2 أيضا نعرفه، إذن بقدر ألاقي الـ KC، قيمة الـ KC الآن حسب تعريف اللي شفناه للـ KC بشكل مباشر. إذن الـ equilibrium constant بيساوي تركيز الـ H2 مرفوع القوة واحد، اوكي في تركيز الـ I2 مرفوع القوة 1 على تركيز الـ equilibrium concentration للـ HI مرفوع القوة 2. وهي التركيز كلها عندنا اياها. اذا نضرب تركيز الـ H2 at equilibrium اللي هو 0.0884، في تركيز الـ I2 at equilibrium ايضا 0.884، كلهم مرفوعين القوة 1، تقسيم الـ equilibrium concentration of HI اللي هي القيمة مرفوع القوة 2 طبعا، لأنه هون في عندي stoichiometric coefficient 2، بحسب هاي القيمة بلاقيها 0.021. بتمنى إنكم لما حاولتوا تحلوا المثال هذا لقيتوا نفس القيمة. That's it. Okay. هاي الميثود كمان مرة راح نستخدمها تكرارا مرارا وتكرارا خلال هذا الشابتر وخلال أكثر من شابتر راح يمرق معنا بعدين. شايفين كيف في حال إذا عرفت واحد فقط من تركيز أو عدد مولات ما في مشكلة، المواد اللي بتكون هذا التفاعل، أوكي أي reagent إذا عرفت كميته بقدر إني أحسب الـ KC. هاي 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 شغلة كثير مهمة. Alright. الآن إحنا رايحين ننتقل لموضوع آخر بنفس السكشن اللي هو بنسميه الغاز
equilibrium constant, أو عفواً equilibrium constant KP. Okay, P هون stand for pressure أو تحديداً for partial pressure. راح أفصل كمان شوي. زي ما ذكرت قبل شوي لما عرفنا, أرجع لورا هون كم سلايد, لما عرفنا الإكوليبريوم كونستانت كي سي وضعنا هون الرمز سي وقلنا إنه سي stands for concentration. ليش؟ لأنه عبرنا عن الإكوليبريوم كونستانت in terms of concentrations للمواد الناتجة والمتفاعلة. هل الكونسنتريشن هي الطريقة الوحيدة اللي بعبر فيها عن الإكوليبريوم كونستانت؟ الجواب لا. أوكي, ممكن إنه نعبر بطرق أخرى مشان نحسب الـ equilibrium constant K. فمثلاً إذا كان عندي الآن, رح أرجع لهاي السلايد, أنا هم صفحة 12 بالسلايد. إذن ممكن إنه نعبر عن الـ equilibrium constant بالـ partial pressures للمواد المتفاعلة والناتجة. في حال إذا كان عندي الـ reaction بضم gases, reactants والproducts بضم gases, then بتعرفوا الغازز احنا مرات بنعبر عنها بconcentration. بكل بساطة هي بتساوي عدد مولات الغاز في, او تقسيم حجم الكونتينر اللي هو موجود فيه. ولكن ايضا في بعض الاحيان احنا, لانه اسهل ان قياس البارشال بريشر لغاز, شفنا كيف بنستخدم دالتونز لو, شفنا ب101 كيف بنستخدم دالتونز لو مشان نقدر نعرف الـ partial pressure. إذا بقدر إني أيضاً أحسب الـ equilibrium constant K in terms of the partial pressures للمواد. إذا كان عندي تفاعل أيضاً, كمان مرة تفاعل المادة A مع تفاعل المادة B in equilibrium with المادة C and D, وكان أيضاً stoichiometric coefficients small letters A, B, C and D, وكل الـ reactants and products are in the gaseous state, then بقدر أعرف equilibrium constant K in terms of partial pressure, هذا بنسميه KP, as the partial pressure, capital P هون stands for partial pressure, the partial pressure of المادة C مرفوع للقوة C اللي هو stoichiometric coefficient ضرب ال partial pressure للمادة D, right, مرفوع للقوة D اللي هو stoichiometric coefficient للمادة D, تقسيم البارشال بريشر للمادة A مرفوع للستويكيومتري كوفيشنت للمادة A ضرب البارشال بريشر للمادة B مرفوع للستويكيومتري كوفيشنت سمول لتر B. إذا احنا هون تقريبا قدام نفس المفهوم. احنا قاعدين هناك كنا نضرب التركيز في بعضها البعض للمواد الناتجة مرفوع لقوى ستويكيومتري كوفيشنت, تقسيم حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة مرفوع للستويكيومتري كوفيشنت. هون احنا قدام نفس التعريف ولكن نستعيض بالبارشال بريشر انستيد اوف كونسنتريشنز. اوكي, الان سؤال, هل الكي بي بيساوي الكي سي لنفس الرياكشن؟ طبعا واضح انه حتى لو كان عندي رياكشن كله غازز بقدر اني احسب الكونسنتريشنز لهي الغازز زي ما قلت لكم قبل شوي, وبقدر اني احسب البارشال بريشرز لهي الغازز. في حال اذا عبرت عن الايكوليبريم كونستانت مره ب ان تيرمز اوف كونسنتريشنز ومره ان تيرمز اوف بارشال بريشرز, طبعا لاحظوا انه ستويكيومتري كوفيشنز هون ما راح تتغير. اوكي, هل كي بي بهي الحاله بيساوي كي سي لنفس الرياكشن؟ الجواب لا. طبعا مش لا دائما, في عنا حاله خاصه بتتساوى فيها راح نشوفها كمان شوي, ولكن بشكل عام لا ما بتتساوى. ليش؟ لانه البريشر, البارشال بريشر للماده ما بيساوي الكونسنتريشن للغاز. طبعا في علاقه بينهم الان راح نشوفها, ولكن العلاقه هاي ما بتعني انهم متساويين. اوكي, خليني اشرح. احنا بنعرف من الايديال غاز لا انه PV equals NRT. خليني اعمل rearrangement بسيط لهي المعادله. خليني اقسم الفوليوم على الام, simple rearrangement بينتج عندي هذا هاي الصيغه. اوكي, ان تقسيم في equals P over RT. اوكي, simple rearrangement, قسمت في على ام وجلبت RT وقسمتهم على P, اذا بصير عندي N over V equals P على RT. الان N over V هاي تعريف الكونسنتريشن, right؟ اذا N over V هي المولاريتي او الكونسنتريشن او المولار كونسنتريشن is equal to P over RT. تمام, اذا احنا هون هاي العلاقه بتوضح لي the relationship between the concentration of a gas with the partial pressure of the gas, right؟ واضح انهم هم اثنين مش متساويين لانه في عندي RT هون, ولكن
they are related. والعلاقة بين المولاريتي أو بين المولار concentration with pressure is directly proportional. علاقة طردية. Okay. كل ما بيزداد ال pressure, the partial pressure لما ذك كل ما تركيزها بيزيد. At constant, طبعا temperature. All right. بالتالي قيمة ال Kp ما بتساوي قيمة ال Kc بشكل عام لأنه المولاريتي ما بت أو المولار كونسنتريشن ما بتساوي البريشر ولكن في علاقة بينهم وجود علاقة بينهم بنقدر نشتق مع إنه قيمة ال Kp ما بتساوي قيمة Kc بس بنقدر نشتق علاقة بنقدر نوجد فيها قيمة ال Kp in terms of قيمة ال Kc. هذا الاشتقاق مش مطلوب منكم كتابكم ما اشتقه للأسف لأنه هو اشتقاق كثير سهل بس على أي حال إحنا ما بنطلبه منكم ولكن لما بنشتق بنلاقي إنه قيمة الإكوليبريوم كونستانت Kp حقيقة بتساوي قيمة الإكوليبريوم كونستانت Kc مضروب في Rt مرفوع للقوة دلتا N. أوكي هاي علاقة مهمة هاي العلاقة بتخليني أوجد قيمة الKp إذا عرفت إذا كان عندي قيمة Kc أوكي أو بتخليني أوجد قيمة الKc إذا كان عندي قيمة الKp بشرط إن يكون عندي معادلة موزونة مشان ألاقي قيمة الدلتا N. هسا إيش الدلتا N؟ الدلتا N بكل بساطة هي عبارة عن the number of moles of the gaseous products ناقص the number of moles of the gaseous reactants. أوكي لاحظ إنه الدلتا دائما بنعرفها بالreactions products ناقص reactants بالتالي هون احنا قاعدين نحكي عن الغازيوس برودكتس ناقص غازيوس نمبر اوف مولز اوف رياكتانتس ولكن نقطه مهمه هون انه الان هاي لاحظ انه هي ان اونلي فور غازز اوكي ليش لانه الان هاي احنا استخدمناها من البي في ان ار تي لو اللي هو اللي بتعبر عن الغازز نمبر اوف مولز اوف غازز فاذا كان عندي برياكشن معين كما شو راح نشوف إذا كان عندي برياكشن معين مواد ما بتكون غازز ما بتدخل بحساب الدلتا N هون إذا شرط هون الـ N إنها تكون of gaseous products ناقص N of gaseous reactants تمام؟ كما شو راح نشوف مثال على هالعلاقة بس قبل ما نشوف مثال سؤالي لكم إمتى when Kp is equal exactly to Kc قيمة numerical value القيمة الرقمية للـ Kp بتساوي قيمة الـ Kc طلعوا على هاي المعادلة امتى Kp بتصير بتساوي قيمة Kc؟ Well, التنتين بتساوي عندما هذا الترم كله أو هذا الفاكتور كله بصير واحد. إذا هذا الفاكتور كله بصير واحد، then قيمة Kp بتصير بتساوي قيمة Kc. وامتى هذا الفاكتور بيساوي واحد؟ هذا الفاكتور بيساوي واحد إذا كانت قيمة الدلتا N بتساوي صفر، لأنه هاي مرفوع للقوة صفر بصير. أي X مرفوع للقوة صفر بيساوي واحد. إذا كان عندي الدلتا N بتساوي صفر then Kp بيساوي Kc إذا in general Kp لا يساوي Kc except ما عدا in the special case when delta N بيساوي zero okay مثلا إذا كنا هون بنحكي عن إذا كان عندي A small letter A بيساوي واحد small letter B بيساوي واحد small letter C بيساوي واحد أيضا small letter D بيساوي أيضا واحد then مجموع ال number of moles of gaseous products بيساوي اثنين هم مجموع number of moles of gaseous reactants بيساوي أيضا 2 دلتا N then بيساوي 2 ناقص 2 ويساوي 0 وبهاي الحالة هون بهاي المعادلة بنحكي RT للقوة 0 ويساوي 1 إذن بهاي الحالة قيمة الKP بتساوي قيمة الKC الآن كما شوي رح نشوف مثال بس لأنه إحنا بشكل عام نتعامل أو بنقيس الـ البارشال بريشرز للغازز بوحدة الاتموسفير إذا الأفضل أنه نستخدم قيمة R اللي هي القيمة اللي فيها وحدات لتر اتموسفير وهي القيمة اللي بنعرفها 0.08206 لتر اتموسفير كلفن ماينس 1 مول ماينس 1 وهيك الريليشن السابقة بتصير Kp بيساوي Kc ضرب R اللي هي عوضت هون قيمة R بهاي الوحدات في temperature raised to the power delta okay. خلينا نشوف هذا المثال البسيط in which مطلوب منا انه نحسب قيمة الKp لا هذا التفاعل ومعطينا قيمة الKc له عند درجة حرارة معينة So for this reaction at this temperature
with this value of Kc, what is Kpe for this reaction at this temperature? All right. وهذا أعتقد إنه مثال جدا بسيط يعني. طبعاً لازم نتذكر أو غني عن الذكر إنه temperature لازم نحولها للكلفن. يكفي إنك تطلع على وحدة R اللي بتحتوي على كلفن عشان تعرف إنه لازم نحولها لكلفن هون. وأيضاً R زي ما حكينا بنقدر نستخدم هاي هاي القيمة من الكونستانت. أوكي. وأخيراً دلتا N لهذا التفاعل بساوي قديش؟ well, بساوي طبعاً هون كل البرودكتس والرياكتس عندنا بالغازيو ستيت إذن ما رح ينستثني إشي عندي 2 moles of reactant عفواً product H2 1 mole of the product CO إذن مجموعة المولات هون بساوي 3 وعندي 1 mole of reactant فقط اللي هو الميثانول بهاي الحالة أوكي إذن دلتا N بساوي 2 اللي هو 3 ناقص 1 إذا بشكل مباشر الآن بقدر أحسب KP بيساوي قيمة KC معطيني هالسؤال اللي هاي القيمة ضرب R في T to the power delta N إذا قيمة KC معروفة ال R معروفة ال temperature حولناها للكلفن ضرب 500 كلفن وكل هذا للقوة تربيع لأنه delta N بيساوي 2 نحسب هاي القيمة وبنلاقي هاي الفاليو قيمة KP بيساوي 1.6 times 10 to the power 2, all right? Okay. وهيك بنكون أنهينا هذا المثال. تمام. ملاحظة صغيرة هون قبل ما نكمل. ما بعرف إذا سألتوا أنفسكم أو لا. What about the units للإكوليبريم كونستانت؟ يعني هون إحنا أوجدنا قيمة الـ KP عبرنا عن الرقم وما ضفنا يونت. بالمثال ايضا اعطاني قيمه الكي سي اعطاني اياها برقم وما في يونت بدي ارجع كم سلايد لورا ونرجع للمثال قبل الاخير اللي كان مطلوب منا فيه انه نحسب قيمه الكي سي وجدنا هون قيمه الكي سي وكتبنا رقم بدون يونت اوكي خليني اعلق على هاي المساله حقيقه هون وحدات الكونسنتريشنز هون كلها مولر إذا بدي أطبق هون وحدات then رح يكون عندي هون هاي الوحدة بالمولر هاي الوحدة بالمولر وهاي الوحدة بالمولر تربيع إذا رح يكون عندي هون مولر في مولر يعني مولر تربيع تقسيم مولر تربيع لأنه هاي تربيع وبالتالي رح يطلع عندي unitless quantity وهون ظهر عندي فعلا unitless quantity ما أرفقت وحدة ولكن هاي هذا المثال هي صدفة أنه عدد الكونستنت أو المولر يونتس اللي موجودة بالبسط بتساوي المولر يونتس الموجودة بالمقام ولكن خليني أقولكم إنه حتى بالحالات اللي بيكون في عندي عدد المولر يونتس اللي موجودة بالبسط ما بتساوي عدد المولر يونتس اللي موجودة بالمقام ما بنرفق قيمة للكيسي أوكي ما درجة العادة إنه نرفق قيمة أو عفوا أنا آسف ما بنرفق وحدة للكيسي كي إكوليبريوم كونستانت مش فقط الكيسي الكيسي والكيبي وأشكال أخرى من الإكوليبريوم كمان الإكوليبريوم كونستانتس are unitless quantity لسبب مش مطلوب منكم بهاي المادة طلاب الكيمياء راحين يشوفوه بعدين بالتفصيل بمادة physical chemistry 1 ولكن على الأقل احنا ما بنرفق قيم عفوا ما بنرفق وحدات للإكوليبريوم كونستانت بشكل عام فمثلا إذا بنرجع للمثال اللي حليناه بالمثال اللي حليناه لاحظ انه هون أعطاني قيمة الكيسي أيضاً بيونتلس كوانتيتي. بتعرفوا لو 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 حسبنا هون كيسي لهاي لهذا المثال راح يكون عندي هون مولر مرفوع للقوة واحد هون راح يكون عندي مولر مرفوع للقوة اثنين إذن راح يكون عندي مولر في مولر تربيع ويساوي مولر تكعيب تقسيم قيمة الكونسنتريشن هون بوحدة مولر مرفوع للقوة واحد لأنه هون في عندي ستوكيومتري كوفيشنت وان إذن مولر تكعيب تقسيم مولر يساوي مولر تربيع. فإذا كانت الكيسي عندها وحدة المفروض هون تكون وحدة الفاليو هاي M سكوير أو مولر سكوير بس إحنا ما أرفقنا وحدة للسبب اللي قلت لكم يعني قبل شوي إنه الإكوليبريوم كونستانتس بشكل عام مش فقط الكيسي حتى الكيبي أيضاً are unitless quantities alright تمام خلينا نشوف الآن تقريباً آخر موضوع بهذا السكشن والآن راح نحكي عن موضوع جداً بسيط ومهم اللي هو موضوع الإكوليبريوم كونستانت for the sum of reactions
let's say إنه في عندي two reactions, two different reactions, okay? نسميهم reactions one and two. So consider the following two reactions, one and two. Reaction الأول هو عبارة عن أيضاً كمان مرة reaction. شفناه قبل هيك هو تفاعل one mole of CO and three moles of H2 in equilibrium with one mole of CH4 and one mole of H2O. لنفترض إنه في عندنا قيمة معينة لا أو حسبنا قدرنا نحسب equilibrium constant بغض النظر كان KP أو KC. الحكي اللي راح أحكيه بينطبق على KP أو على KC أيضا, ولكن لنفترض أنه KC مثلا, وعندي قيمة equilibrium constant هذا reaction بساوي 3.92. ولا reaction آخر كان عندي تفاعل CH4 with 2 moles of H2S, okay, in equilibrium with CS2 and 4 moles of H2. أيضا لهذا التفاعل الآخر قدرنا نحسب قيمة الإكوليبريوم كونستانت هون, خلينا نسميها K2, قيمته بساوي مثلاً 3.3 times 10 to the power 4 الآن. وهذا المهم, إذا جمعنا هذول two reactions رح ينتج عندي reaction ثالث اللي هو reaction number 3. Number 3 is the sum of these two reactions, تقدروا تتأكدوا. وان في عندي CH4 is cancelled out with the CH4 of the second equation اللي هو بالreactant is cancelled out with the methane of the first equation, the product, right? وفي عندي هون 3 moles of H2 بالreactant بالمعادلة الأولى و 4 moles of H2 بالproduct بالمعادلة الثانية, إذا بيتبقى عندي 1 mole of H2 بالoverall reaction. الآن السؤال, إذا هاي المعادلة هي عبارة عن حاصل جمع هدول المعادلتين, هل وهدول المعادلتين بعرف قيم الإكوليبريوم كونستانت, هل بقدر إني أعرف قيمة الإكوليبريوم كونستانت لهاي المعادلة, معادلة اللي هي حاصل ناتج الجمع؟ الجواب يس, نقدر نعرف قيمة الK3 للرياكشن 3. وقيمة الK3, قيمة الإكوليبريوم كونستانت لهذا التفاعل بتساوي simply حاصل ضرب الإكوليبريوم كونستانت للرياكشن الأول مع الإكوليبريوم كونستانت للرياكشن الثاني. إذا المعادلة لأي معادلة بتكون حاصل جمع two reactions بيكون إلها قيمة إكوليبريوم كونستانت بيساوي حاصل ضرب الإكوليبريوم كونستانت للمعادلتين اللي جمعناهم مع بعض. أوكي, خليني أثبت لكم هاي الحقيقة أو هاي المعلومة. خلينا نضرب الإكوليبريوم كونستانت K1 للمعادلة الأولى في الإكوليبريوم كونستانت K2 للمعادلة الثانية. Well, الإكوليبريوم expressions للمعادلة الأولى والثانية بنقدر نكتبهم. Okay. هاي عبارة عن الإكوليبريوم كونستانت, عفوا الإكوليبريوم expression للمعادلة الأولى. Okay. Methane times, طبعا concentration of methane للقوة واحد times concentration of H2O للقوة واحد على الconcentration of CO للقوة واحد times the concentration of H2 للقوة ثلاث. إذن هاي K1 ضرب K2. K2 لهذا التفاعل بساوي تركيز هاي المادة للقوة واحد في تركيز هاي المادة للقوة أربعة, H2 للقوة أربعة, تقسيم الميثان للقوة واحد ضرب تركيز H2S للقوة اثنين. أوكي, نلاحظ لما نضرب هدول two expressions في عندي تراكيز بقدر أعملهم cancel out. فمثلاً الميثين للقوة واحد, وهون عندي ميثين للقوة واحد, they are cancelled out. وهون عندي H2 للقوة ثلاث, وهون عندي H2 للقوة أربعة. إذا بقدر أختصر ال H2 للقوة ثلاث, هون بضل عندي هون فقط تركيز ال H2 للقوة واحد. إذا حاصل ضرب ال two expressions هدول بيساوي التركيز ال CS2 للقوة واحد ضرب تركيز ال H2 للقوة واحد اللي ضل من هون في تركيز ال H2O للقوة واحد, تقسيم تركيز ال CO للقوة واحد ضرب تركيز ال H2S للقوة اثنين. ولاحظ انه هذا الإكسبريشن هو حقيقة عبارة عن الإكوليبريوم إكسبريشن لهذا التفاعل. أوكي. هيو هدول البرودكتس وهدول الرياكتنس, عندي تركيز ال CS2 للقوة واحد, CS2 للقوة واحد في تركيز ال H2O للقوة واحد, H2O للقوة واحد في تركيز ال H2 للقوة واحد, تقسيم تركيز ال CO للقوة واحد ضرب تركيز ال H2S للقوة اثنين. فعلا إذا حاصل ضرب ال two expressions بيساوي ال equilibrium expression للتفاعل الثالث. إذا حقيقة فعلا K1 ضرب K2 بيساوي K3.
والآن بنقدر نوجد إذن قيمة K3 as حاصل ضبط K1 و K2. عندنا هون قيم K1 و K2. إذن K1 times K2 equal 3.92 times 3.3 times 10 to the power 4. وبتتأكدوا من هذا الرقم بيساوي 1.3 times 10 to the power 5. هاي من المعلومات الحلوة والمهمة واللي راح نستخدمها بهذا الشابتر وبشابتر لاحق أيضا بعدين. أوكي. Then to resume, to conclude, equilibrium constant for the sum of reactions, بنقدر نحسبه عن طريق rule مهمة وهي rule أبدل خاصة. بنقول إنه if a given chemical equation can be obtained by taking the sum of other equations, إذا كان في عندي chemical reaction معين بقدر أحصل عليه عن طريق جمع two chemical reactions أخرى, then الإكوليبريوم كونستانت لهذا الإكويشن المجموع يساوي equals the product of the equilibrium constant of the added equations. So الإكوليبريوم كونستانت لهذا الرياكشن المجموع بيساوي حاصل ضرب the product حاصل ضرب الإكوليبريوم كونستانت الإكويشنز أو المعادلات المجموعة. Okay. أخيراً مشان نختم هذا الشابتر عفواً أنا آسف مشان نختم هذا السكشن وهي المحاضرة نسأل هل في علاقة بين الإكوليبريوم والكينيتكس؟ well, نعم يوجد علاقة بين الإكوليبريوم والكينيتكس. أوكي وإحنا بنعرف الإكوليبريوم كونستانت أيضاً في أحد تعريفاته المقبولة أيضاً احنا عرفنا واحد من التعريفات انه بتتساوى سرعات الفورورد والباكورد رياكشن ايضا عرفناه انه بتثبت التركيز لكل الريجنتس ات ايكوليبريوم واخيرا ممكن نعرفه ايضا ان تيرمز اوف ريت كونستانتس للفورورد والريفرس رياكشنز وقاعدين بنستخدم افكار الشابتر السابق اوكي والايكوليبريوم كونستانت بيساوي الريت اوف ذا فورورد رياكشن كي اف اللي هو اختصار ل اف اختصار للفورورد و ار اختصار للريفرس اوكي اذا الايكوليبريوم كونستانت بيساوي الفورورد عفوا الريت كونستانت للفورورد رياكشن تقسيم الريت كونستانت للباكورد رياكشن احنا هاي النوتيشن يمكن اول مره بنشوفها بس احنا بتشابتر الكينيتكس استخدمنا رموز كي1 وكي ماينس 1 اذا متذكرين بالميكانيزم اوكي للايكوليبريوم رياكشن فبنقدر ايضا نعرف بنفس الطريقة الKC as K1 divided by K-1 بحيث أن K1 تكون rate constant of forward reaction على K-1 وK-1 عفوا بتكون rate constant of backward reaction أو reverse reaction ورؤية الإكوليبريوم constant الآن أو تعريفها عن طريق rate constants للforward والbackward reaction الآن بأكد على المعلومة اللي كنت أناقشها قبل كم سلايد لما حكيت إنه equilibrium constant بيشير ل أو بيعطيني فكرة عن هل بيكون في عندي كميات من البرودكت أكبر ولا كميات من الرياكتنت أكبر كانت عندي قيمة الK كبيرة قلنا إنه هذا بيعني إنه بيكون عندي كمية برودكت أكبر لما تكون قيمة K كبيرة حسب هذا ال K قصدي الإكوليبريوم كونستانت كبيرة حسب هذا التعريف تعريف الآن this means إنه الريت كونستانت للفورورد رياكشن بيكون أكبر من الريت كونستانت للباكورد رياكشن تمام هاي المعنى الجميل اللي بنقدر نستخرجه من علاقة الإكوليبريوم كونستانت مع الريت كونستانت للفورورد والباكورد رياكشن بهذا بنكون أو بكون أنهيت هذا الجزء من هذا الفيديو بالتالي محاضرة اليوم وشكرا لكم يعطيكم